السلام عليكم ورحمة الله. رافع جهد 1500 شور ذو المؤشر، منشغل ما في تشغيل، طبعا عطل بديهي. هذا هو الطاقة فقط، يعني كثير بيجينا مثل هيك جهاز بنحاول نشغل ربما انه ننسى انه موضوع الطاقة هاي مضروبة، راح نغيرها على السريع وننتقل لجهاز ثاني. طبعا عرضت هذا الجهاز بس للتذكير، لأن كلياتنا أحيانا بننسى وما بنعمل فحص للطاقة ونقول إنه مضروب. بعد ما نركب الطاقة بنجربه ومنشغله، ربما يكون في مشكلة ثانية بنتوقف لبين ما نركب الطاقة. بعد التركيب نفحصه نشوفه شغال أو لا. بسم الله، لا شغال واموره تمام. هذا هو، نحمل وننتقل لغيره. ثواني طبقوا هذا الجهاز، هيك بيعمل، بنفكه ونكمل، نلقي نظرة عليه مبين انه ما في اي احتراق. بننظف هون، نشوف شغلنا حول معالجه، مقاومة رجل 9، نعمل له فحص ما فيها أي قراءة. ما في أي قراءة، تقرأ وترجع توقف. بدنا نفكه، طبعا هذا الأمر مسؤولي عنه هالمقاومة، هذا المعالج مهمته أي خطأ يوقف الجهاز على العمل. وهاي المقاومة مسؤولة عن توصيل هذا الأمر. نفحصها خارج البرد، هاي 30 هلق عطتني قراءة، لا نظامية على البورد ما عطتني أي قراءة. إن شاء الله بيكون موضوع هيك شوي معقد حتى يكون في فائدة. بس هيك نأكد عليها الحام على السوا، نرجع نشغل ونشوف المشكلة مثل ما هي، إلا راحت إلا ضلت. نشوف بس، لكن يعني الأمر نفسه يعني مشكلتنا هي وحدة. لنشوف يعني ولو ما طلع منها، لا منها طلع، العطل طلع فيها تمام، ف شكنا طلع بمحله تمام، الشك طلع بمكانه ما اختلف شيء. هلا انا راح اعطيه جهد كامل
هلق صار 28 26 فولت، هلق راح حمله. وهذا على الحمل نظامي، شايفين هاي اللمبة عم تشتغل. هيك انتهينا منه. دائما انت وقت تفهم تكوينة الدارة فبصفي عندك حل العطل، دائما في اختصار اكثر، يعني في سهولة اكبر، يعني ممكن ياخذ وقت معنا احيانا، بس لكن احنا عارفين وين المشكلة. يعني مثلا اعطال الراوتر او مثلا اجهزة الفولترونيك، نعرف وين المشكلة، وين المشكلة، وين الدارة اللي بدنا نشتغل فيها، بس لكن تاخذ معنا وقت. ليش؟ عندك قياس عدة مقاومات وباقي العناصر، وعلى البورد بيعطيك قيمة شكل، ووقت اللي بتفك بيعطيك قيمة الحقيقية انه شغال او ما انه شغال. وهيك هذا الفيديو بيكون اكتفينا منه. ولا تنسونا هيك شباب بلايك ان اعجبكم، واذا ما اعجبكم كمان بضغطوا لنا لايك. والسلام عليكم.